اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم هر قسم کی بماري مصيبة تجارتي كرز دشمنو سے حفاظت كا نسخة وظيفة القرآن آيات جو بندہ چاہتا ہے کہ ہر قسم کی بیماری پریشانی مصیبت تجارتی قرض دشمنوں سے بچاؤ ہو اور حفاظت کے لیے یہ آیات شام میں پڑی جائیں تو اللہ تعالی کے چاہنے سے کبھی کبھی صبح تک نتیجہ سامنے آ جاتا ہے اور اللہ تعالی کے چاہنے سے تھوڑا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے لیکن یہ آیات الحمد اپنے وقت پر اثر دکھا کر رہتی ہیں دعا کے وقت صرف آیات ہی پڑھیں ترجمہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ پڑھنے والا یہ سمجھ سکے کہ کیا کچھ پڑھ رہا ہے تو آئیے آیات حفاظت ہم شروع کرتے ہیں اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ويرسل عليكم حفظه إن ربي على كل شيء حفيظ إن ربي على كل شيء حفيظ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وكنا لهم حافظين وكنا لهم حافظين وربك على كل شيء حفيظ وربك على كل شيء حفيظ الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وعندنا كتاب حفيظ وعندنا كتاب حفيظ وإن عليكم لحافظين وان عليكم لحافظين